اللاعب المغربي عبد الصمد الزوزولي واللي كيبلغ من العمر 21 عام واللي العقد ديالو مع النادي الكتالوني برشلونه غادي يسالي في 2026 حاليا كيقدم اداء زوين في الفتره ديال الاعاره مع اوساسونا وكيتالق مباراه ورا مباراه. الدولي المغربي اعطى فوز لفرقته اوساسونا نهار السبت بعد ما سجل ثنائيه جميله بزاف من مايتشي وسالت المواجهه لصالح اوساسونا بنتيجه هدفين لهدف واحد برسم الاسبوع 28 من الدوري الاسباني، وكان إيتشي هو اللي سجل الهدف الاول في الدقيقه 44 عبر تيتي مورينتي قبل ما ينجح الزوزولي اللي بصم على اداء زوين بزاف من تسجيل ثنائيه اللي كانت وحده في الدقيقه 71 وفي الدقيقه 84 وكان صائم ثم سجل شكرا لله بعد ما سجل هدف الفوز الثاني. الزوزولي ساهم في رفع رصيد النقاط ديال فريق اوساسونا 38 بحيث ولات في الصف السابع في حين بقى إيتشي في المركز الاخير برصيد 13 نقطه. قال الاسد المغربي في تصريح لقناه دازن الإسبانية انه هدى هذا الهدف الثاني لاصدقاء ديالو في المنتخب الوطني اشرف حكيمي ونير الحمدي حيث طلبوا منه يحتفل بديك الطريقه. وزاد الزوزولي في كلامه انه دار داكشي من اجل الزملاء ديالو في الفرقه ومن اجل حكيمي ونير الحمدي اللي خبروه انه فاش يسجل هدف يدير ديك الحركه اللي دار. وزاد قال اللاعب المغربي هو كيضحك محال باش نعاود نسجل بحال الهدف الثاني اللي كان رائع بزاف ولكن مازال نزيد في التاكيد. وكان الزوزولي بعد ما سجل الهدف الثاني دار اولا حركه الهاتف ثم دار واحد الحركه من اكثر الحركات انتشارا في عالم تيك توك. وسال الزوزولي حتى بالقول طبق تعليمات المدرب ونجحت وماركيت هدفين. بعدها التألق الكبير احتفلت الصحافة الرسمية لنادي أوساسونا بتألق الأسد المغربي بتغريدة واللي كتبت فيها الزوزولي دارها سجل ثنائية في مرمى إيتشي ثم دارت تغريدة أخرى وقالت فيها أشنو دار الزوزولي اليوم. الزوزولي صام اليوم 17 من رمضان ولعب 94 دقيقة كاملة وسجل هدفين في الدقيقة 71 والدقيقة 84 وعطى ثلاثة ديال النقاط لأوساسونا وزاد بالفرقة المركز السابع ب 38 نقطة وبدورها غردات الصفحة الرسمية تاع البطولة الإسبانية. تشكيز أرض أسد المغربي مباراة ثنائية فوز 3 نقاط. والسبع سهرت وعرف تدوي وتسلسل الحيوط.